توفيت المطربة المصرية أماني جادو، واللي دايماً كانت مميزة بأغانيها الجميلة للأفراح والأطفال، واللي أعلن خبر الوفاة هو ابنها عمرو عشماوي، اللي كتب على حسابه على الفيسبوك بوست قال فيه: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت والدتي أماني جادو، اللهم اجعلها من أهل الجنة. أماني جادو التحقت بالفرقة الغنائية الاستعراضية وفضلت تتدرج فيها وتتميز لحد ما وصلت لدرجة فنان ممتاز. ومن أشهر المسرحيات اللي شاركت فيها بالغناء هي مسرحية الليلة العظيمة للمخرج فؤاد الجزائري. أماني جادو حاولت تشارك في التمثيل بجانب الغناء، ولكن ما انطلقتش بالشكل الكافي، وشاركت في 9 أعمال فنية بس في السينما أثناء فترة السبعينيات. ومن أهم الأفلام اللي شاركت فيها هو فيلم لا مؤاخذة يا دعبس من بطولة الفنان أحمد آدم والفنانة وفاء عامر. رحم الله الفنانة القديرة وألهم أهلها الصبر والسلوان. وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.